أهلا بكم. أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2017، وذلك كما قالت الحكومة لدراسة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية للعام القادم على ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش الدلالات السياسية والاقتصادية لهذه الخطوة الحكومية. ينص قرار تشكيل اللجنة على إعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة. وبحسب الحكومة فإن هذه الخطوة تأتي في إطار إنقاذ الاقتصاد الوطني ضمن خطوات عدة تتضمن أيضا استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الإجراءات. بعد عامين من سيطرة الميليشيا على البلد وغياب موازنات الدولة، تعود الحكومة هذه المرة لتقدم دليلا آخر على جديتها في إعادة تطبيع الحياة وممارسة دورها في المناطق التي تسيطر عليها. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. لجنة عليا للموازنة، خبر انتظره اليمنيون طويلا ويحمل من الدلالات ما يكفي على تعافي دور الحكومة ورسوخ أقدامها على الأرض بعد أن تجاوزت مربع المنفى إلى غير رجعة. بين عام الانقلاب وعام الموازنة عامان ذاق خلالهما اليمنيون مرارة الغياب القسري للدولة وتسلط الميليشيا المنفلتة، وعانوا كذلك من عاهات الانقلابيين وتجاوزاتهم وفسادهم. الآمال المنعقدة على شروع الحكومة في إعداد الميزانية العامة هي امتداد للآمال التي انعقدت على عودة البنك المركزي إلى كنف السلطة الشرعية، ذلك الانتقال الذي اكتنفته ظروف صعبة، ورغم ذلك أسست عودة البنك لمرحلة جديدة تضاءل معها نفوذ الانقلابيين بعد أن أمضوا أكثر من عام ونصف من السيطرة على المالية العامة للدولة. وخلال تلك الفترة خسر الناس رواتبهم وأحلامهم، وأسس الانقلابيون اقتصادا موازن قائم على السوق السوداء والتهريب، وأدخل الآلاف من العناصر غير الكفؤة إلى أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية. المراقبون يرون في خطوة الحكومة هذه تدشينا لسلسلة من الإجراءات العملية التي تعيد نفوذ السلطة الشرعية إلى الأرض وتوثق العلاقة بينها وبين الشعب اليمني، غير أن الخطوة الأهم في نظر هؤلاء المراقبين ما تزال تتعلق بضرورة التقدم العسكري على طريق الحسم الذي يعد ضروريا لإنهاء ما يحاول الانقلابيون فرضه من سلطة أمر واقع في الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد. عادت الأمور إلى نصابها، وبات بوسع الحكومة أن تستعيد قدرتها في إدارة المالية العامة للدولة والشروع في إعداد موازنة للعام المالي القادم 2017. موازنة قال عنها المتحدث باسم الحكومة راجع حبادي إنها ستكون للدولة اليمنية بأكملها دون استثناء. فالحكومة الشرعية ملتزمة ومسؤولة تجاه كل اليمنيين أينما كانوا. فرق شاسع بين من يعد بتحسين أوضاع الناس وبين من يعد بالمزيد من الخطوات الأحادية الجانب التي تكرس الانقسام والحروب والفوضى. إنه الفرق بين الحكومة والانقلابيين. حتى يتحقق النصر واستعادة الدولة. إذن ينضم لنا مشاهدينا الكرام من عدن السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السيد غمدان الشريف. مساء الخير أستاذ غمدان. هلا وسهلا، مساء النور. أهلا بكم أستاذ غمدان. الحكومة قالت إن الموازنة التي ستقدمها للعام 2017 ستكون لليمن كامل، وأنها أيضا هي مسؤولة عن جميع اليمنيين. كيف ستقدم الحكومة موازنة تتضمن إيرادات ونفقات لمناطق تخرج عن سيطرتها؟ أخي العزيز، نحن منذ اليوم الأول بعد اتخاذنا قرار نقل عمليات البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن، أعلننا التزامنا بكل ما علينا من التزامات سواء كانت ديون داخلية أو خارجية، وكذلك بدفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. وعملت الحكومة وفق استراتيجية وخطط واضحة للالتزام بما تعهدت به، وهو واجب وطني علينا أمام الله لشعبنا العظيم الذي عانى من هذه الحرب الظالمة التي شنتها عليه ميليشيا الحوثي وصالح. الموازنة لعام 2017 سوف تقدم للشعب اليمني كامة، فنحن مسؤولين عن جميع هذا الشعب الكبير الذي يعاني من هذه الحرب. ونحن نحن بدينا اليوم بصرف رواتب القوات المسلحة والأمن في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.
الحكومة سوف ملتزمة في هذه الموازنة بأن تقدم أن تدفع رواتب الموظفين وأن توجد الميزانيات التشغيلية في جميع محافظات الجمهورية اليمنية. كيف سوف تقدم؟ هناك سوف يمتنع بالأكيد ميليشيا الإنقلابي الحوثي وصالح في المناطق التي يسيطرون عليها من دفع الإيرادات أو تريدها للبنك المركزي، وهم كذلك لم يلتزموا بإيرادته، ولكن الحكومة مع كل ذلك سوف تلتزم بدفع رواتب كل الموظفين المدنيين والعسكريين للشعب اليمني كامل. لن يستمر هذا العدو، لن يستمر هذه الحرب التي يشنها ميليشيا الحوثي وصالح، لن يستمروا في حربهم. سوف يكون هناك تحرير بإذن الله، وسوف ترجع كل المؤسسات، الحكومة سوف تفرض سيطرتها في كل المدن اليمنية. لن تستمر هذه السيطرة، ونحن عندما نعد أو نرسم خطط استراتيجية لابد أن تكون في جميع ربوع الوطن كاملة وليس في جزء من الوطن. طيب في هذه النقطة لمن ستقدم الحكومة هذه الموازنة إذا كان مجلس النواب في العاصمة يقبع تحت سيطرة الانقلابيين؟ ما هي الخطوة القانونية البديلة؟ أخي العزيز الكل يعرف وأنتم تعرفون أن مجلس النواب ليس يقبع تحت سيطرة الانقلابيين. الحوثيين وصالح لا يملكون إلا 78 عضو من أعضاء مجلس البرلمان من أصل 301. غير صحيح ان مجلس النواب يخضع للميليشيا الانقلابيه. نحن لدينا اعضاء مجلس النواب، لدينا كتله شرعيه، كتله اغلبيه في مجلس النواب، ونجتمع معهم يوميا. اعضاء مجلس النواب هم مع الشرعيه وهم الاغلبيه كاملة. يعني هل سيجتمعون استاذ غمدان حتى يناقشوا هذه الموازنه مع الحكومه ام كيف؟ مجلس النواب متى ما طلب من اعضاء مجلس النواب الاجتماع سوف يجتمعون، وحين تعد الموازنه العامه 2017 سوف يدعو رئيس الجمهوريه اعضاء مجلس النواب للاجتماع في العاصمه المؤقته عدن. هذا شيء روتيني. اما بالنسبه لسؤالك ان مجلس النواب يخضع لسيطره الانقلاب فهذا غير صحيح. اعضاء مجلس النواب اغلبيتهم هم مع الحكومه الشرعيه. يعني نحن نتحدث عن من هم بداخل العاصمة صنعاء بشكل عام. طيب أستاذ غمدان، يعني ما هي أبرز البنود التي سترتكز عليها هذه الموازنة بتقديرك؟ من أين؟ أهم البنود إيجاد الموازنات التشغيلية لجميع مرافق الدولة التي منع صرفها في الحرب الحوثية وقوات صالح في صنعاء الميليشيا وانهبت الأموال. أهم دفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، دفع المستحقات المالية وخاصة للطلاب المستعفين داخليين وخارجيين، المؤسسات التعليمية، المستشفيات. سوف تكون هناك موازنة لتطبيع الحياة وإيجاد المشاريع التنموية التي الشعب بحاجتها. أهم ما فيها إعادة إعمار ما دمر فيه الحرب الحوثية صالح. نحن ماضون إلى تطبيع الحياة وعودة الأمن والاستقرار إلى جميع محافظات الجمهورية اليمنية، وإن شاء الله سوف تتكلل هذه الخطوات بنجاح. أنت سمعت خلال اليوم صدرت عدة قرارات، وهذه القرارات تتضمن مشاريع عديدة من ضمنها دعم عدد من المشاريع الخدمية، إعادة الحياة إلى بعض المدن والمحافظات التي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. نعم، التي تسيطر عليها الحكومة. هناك 80% من المناطق التي نحن اليوم بدأنا الحمد لله، يعني استطاعت الحكومة الحكومة الشرعية من إعادة استئناف تصدير النفط من حقل المسيلة، كذلك الغاز اليوم صافر، سوف يتم إعادة تصدير البترول. هناك الحمد لله لدينا موارد سوف تتكلل بالنجاح، والحمد لله سوف تتكلل هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيع الحياة. طيب السؤال الذي يطرح نفسه هنا وهو يعني سؤال مركزي، من أين ستمول الحكومة هذه الموازنة؟ هل تلقيتم وعودا من المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة؟ هل تكفي إيرادات يعني الحكومة من المرافق الإيرادية في الداخل لتمويل الصرف على جميع البنود المتعلقة بالموازنة خلال عام 2017؟ نحن أولا إلى حد اللحظة هذه لم نتلقى أي عهود، ولكن نحن نعول على دعم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.
نحن الحمد لله لدينا إيرادات طبعا ليست بالكبيرة وإنما الصغيرة، ولكن الحكومة تعمل بكل الطرق المتاحة لإيجاد هذه لدعم هذه الموازنة بقدر المستطاع، لأننا لابد أن نقدم شيئا للشعب اليمني الذي يعاني ويلات هذه الحرب، ولابد أن نخرج إلى أن يرى شعبنا هذا النور. والحمد لله بدأت هذه الخطوة تعيد السرور إلى الشعب اليمني. اليوم الشعب اليمني من هذا القرار متفائل جدا أن يعني أن يصير في النور في الضوء هذه، وهذه خطوة استراتيجية نحو الأمام. لكن الذي يعني يطرح هنا سيد غمدان هو ما الذي تغير على العام الماضي؟ يعني في العام الماضي لم تقدم الحكومة موازنة، كان هناك نوع من الاعتماد على موازنات سابقة في التحكم بالمدخولات، هذا باعتبار أن أساسا البنك المركزي لم يكن في عدن وإنما كان في صنعاء. ما الذي تغير الآن ما جعل الحكومة تهدف إلى الذي تغير الآن أن العام الماضي كنا نحن في المناطق المحررة ندفع جميع الإيرادات إلى البنك المركزي بصنعاء الذي هو تحت سيطرة الإنقلابيين، وكانت هذه الأموال لا تذهب للشعب اليمني وإنما تذهب إلى المجهود الحربي. أتغير أننا اليوم أصبحنا أصحاب قرار بنك المركزي، صار اليوم بعدن بالعاصمة المؤقتة عدن. حكومة الدكتور أحمد عبيد بن نغر رغبت استمرار في دفع هذه المواد إلى العاصمة صنعاء. صدر قرار من فخامة الرئيس عبد ربه منصور بلجنة عامية البنك. نحن اليوم نملك المال، نحن نملك القرار، نحن نملك السيادة على الأرض، نملك 8%، لدينا القوة على تحرير ما تبقى من المناطق المحررة. ومع ذلك نحن نطالب بالسلام، ولكن هذه الميليشيا لا تخضع للسلام. اليوم القرار صار قرار سياديا. اليوم الحكومة تقدم مشروع موازنة لعام 2017 للشعب اليمني كامل، وهذا الذي تغير أن البنك المركزي اليوم هو تحت سيطرة، هو اليوم في العاصمة المؤقتة عدن وتحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهي التي تملك المال، وهي اليوم تقدم الرواتب، دفعت مستحقات الطلاب والمستعفين في جميع أنحاء العالم دون استثناء. لم ينحرم طالب، حتى الطلاب الذي أسقطوا أسماءهم الحوثيين وصالح دفعنا مستحقاتهم حق الربع الثالث والربع الرابع. الحكومة تقدم كل ما لديها لجميع الشعب اليمني دون استثناء، لا تسمي بحزب أو طائفة أو انتماء، إنما مواطن اليمني سوف تدفع الراتب سواء كانت القوات المسلحة والأمن أو الرواتب المدنيين التي سوف تتكلل بعد أيام قادمة إن شاء الله بإذن الله. طيب سيد غمدان، يعني كان هناك حديث على أن هناك ضغوط كثيرة في الملف الاقتصادي ومحاولة من قبل الدول العظمى، الأمم المتحدة كذلك، لجعل هذا الملف يعني محايدا، وكثير من يقول أن كان هذا الملف لصالح الانقلابيين بشكل أو بآخر. الآن هل يعني تستمر الضغوط على الحكومة في ملف والجانب الاقتصادي خلال هذه الأيام؟ ما هي أبرز هذه المظاهر؟ نحن نطالب من الانقلابيين وقوات وصالح الذي يعني إيش، أن يلتزموا بقرار نقل عمليات البنك المركزي، وأن جميع الإيرادات التي تحت سيطرتهم أن يردوها إلى البنك المركزي، التزام منهم بالإيفاء حتى يتم رفض ميزانية الدولة. ولكن الانقلابيين لا يخضعون لقرار، لا يخضعون للمجتمع الدولي، لا يلتزمون بالحيادية. هم كان البنك المركزي عندهم ضمن الخطة الاستراتيجية بما يسمى بالهدنة الاقتصادية التي تم توقيعها في عمان، لم يلتزموا بها. البنك المركزي كان لديهم، هم قطعوا كل الميزانيات، هم حولوها للمجهود الحربي. 75 مليار ريال شهريا كانت تصرف مواصبية الدولة، كانوا يخصموا منها 25 مليار لصالح المجهود الحربي. غير ذلك أوقف الميزانيات، هم لا يلتزمون. لذلك نحن الحكومة الشرعية لن تظل قامتة عن هذا، وهكذا بدأت تتخذ القرارات لصالح الشعب اليمني. نحن نقلنا عمليات البنك المركزي اليمني، نقلنا العمليات فقط. أما بالنسبة للأموال التي في البنك المركزي فقد ذهبت هدرا، لقد نهبتها الميليشيات الإنقلابية. نهبوا 400 مليار ريال يمني كانت موجودة في البنك المركزي، نهبوا 5 مليار دولار كانت موجودة. نحن نقلنا عمليات البنك المركزي فقط، نقلنا نظام تشكيلي. مفهوم. بالنسبة للأموال فهي راحت ذهبا، نحن ورثنا خزينة فارغة، والحكومة اليوم هذا الأمر مفهوم سيد غمدان، مؤسسة مالية وإدارية جديدة، هذا الأمر مفهوم سيد غمدان. لكن السؤال، هل ما زالت الضغوط الدولية والأممية على الحكومة في الملف الاقتصادي تمارس إلى الآن، أم أنها يعني بعد خطوة نقل البنك المركزي تكاد تتلاشى؟
لا، بالنسبة للمجتمع الدولي بارك خطوة نقل عمليات البنك المركزي، على العكس ليس هناك ضغوطات، بالعكس هناك دعم إقليمي ودولي ومن ضمن البنك المركزي لنقل عمليات البنك المركزي. المجتمع الدولي أيقن تماما أن الميليشيا لعبت وعبت بالأموال، المجتمع الدولي معنا في هذه الخطوات، يدعمنا مجلس التعاون الخليجي دعم هذه الخطوة وأيدها، المجتمع الدولي بأجمع دعم خطوة نقل عملية البنك المركزي، وليس هناك أي ضغوطات على الحكومة الشرعية في هذا المجال. طيب سيد غمدان، من متى متوقع أن تنتهي الحكومة من تحديد الموازنات المتوقعة بشكل ختامي وتقدم هذه الموازنة للجهات المختصة؟ سوف تجتمع خلال الأيام القادمة هذه اللجنة، وسوف تقرر مدة محددة لا تتجاوز 60 يوما. إذن أشكرك السيد غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج زوايا الحدث. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.